أسعد الله مساءكم أعزائنا الطلاب بكل خير. إن شاء الله اليوم راح نكمل في درس نواس الفتل. كثير درسنا هام جدا بعد ما استنتجنا الطبيعة الحركي واستنتجنا علاقة الدور الخاص تي صفر يساوي 2 بي في تحت الجذر ام على كي. الآن طلاب مثل ما شفنا بالدرس الماضي نواس الفتل يتألف، طبعا مراجعة سريعة لتعريف نواس الفتل، يتألف من ساق متجانسي أفقي أو قرص معلقة من منتصفها بسلك فتل شاقولي ثابت فتله كي. نعم، استنتجنا طبيعة حركة هذا النواس وقلنا بأن القوى الخارجية المؤثرة هي عبارة عن قوة الثقل والتوتر وقوة إتا تعاكس عملية الفتل. طبعا نردها إلى مزدوجة الفتل، عزمها ناقص كي بتتا. طبقنا العلاقة الأساسية بالتحريك الدوراني وأوجدنا طبعا أن مجموع العزوم يساوي I دلتا بألفا، عزم الثقل وعزم التوتر، وعزم مزدوجة الفتل يساوي I دلتا بألفا، عزم الثقل والتوتر الصفر لأن حاملهما منطبق على محور الدوران، عزم مزدوجة الفتل ناقص K بتتا طبعا يساوي I دلتا بألفا. الفا هي تيتا فتحتين بالنسبة للزمن، أصبحت لدينا العلاقة ناقص كي بتيتا تساوي اي دلتا بتيتا فتحتين بالنسبة للزمن. قسمنا طرفي العلاقة على اي دلتا وجدنا أن تيتا فتحتين بالنسبة للزمن تساوي كي على اي دلتا بتيتا. طبعا هاي علاقة هي عبارة عن معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية وتقبل حل جيبي من الشكل التالي: تيتا تساوي تيتا ماكس كوساين أوميجا صفر تي زائد فاي. طبعا للتأكد من طبيعة الحل الجيبي اشتقينا مرتين بالنسبة للزمن وعوضنا بدل تيتا ماكس في كوساين أوميجا صفر تي زائد فاي عوضنا تيتا، وجدنا علاقة رقم 2 تيتا فتحتين بالنسبة للزمن تساوي ناقص أوميجا صفر مربع بتيتا. طبعا قارنا بين العلاقة الأولى والعلاقة الثانية وجدنا أن أوميجا صفر مربع يساوي كي على آي دلتا، حيث كي وآي دلتا قيم موجبة وبالتالي الحركة جي بي دوراني. ومن ثم طلاب استنتجنا علاقة الدور الخاص من العلاقة أوميجا صفر مربع يساوي كي على آي دلتا، جذرنا الطرفين وقلبنا النسب أوجدنا علاقة الدور تي صفر يساوي 2 بي في تحت جذر اي دلتا على كي، اي دلتا على كي. الآن قلنا طلاب أن الدور الخاص يتناسب طردا مع الجذر التربيعي لعزم العطالة اي دلتا، والدور الخاص يتناسب عكسا مع الجذر التربيعي لثابت الفتل كي. الدور الخاص لا علاقة له بالسعة الزاوية. طلاب الآن لدينا ملاحظات هامة جدا حول كيفية وطبيعة التعامل مع مسألة نواس الفتل. الآن في علاقة الدور الخاص لدينا كي ثابت الفتل، كي ثابت الفتل يعطى بالعلاقة التي تقبل بدون برهان. كي ثابت الفتل يعطى بالعلاقة التي تقبل بدون برهان. كي ثابت الفتل يساوي كي فتحة في 2 R أس 4 على L، 2 R أس 4 على L. كي فتحة هو ثابت يتعلق بنوع معدن السلك، يعني إذا كان نحاس غير إذا كان حديد أو ألمنيوم أو كروم وهكذا. إذن ثابت يتعلق بنوع معدن السلك، هذا كي فتحة. أما 2R، الـ2R هو قطر السلك، L طول السلك، L طول السلك. خلينا نركز طلاب على L، L طول السلك. أنا بإمكاني أغير وخاصة قصر طول السلك. طلاب رح ناخذ فكرة هامة، عندما ننقص من L، L L ننقص L طول السلك تناسب عكسي يزداد كي ثابت الفتل. إذا نقصنا L طول السلك يزداد كي ثابت الفتل، وبالتالي لو رجعنا على علاقة الدور يزداد كي وبالتالي ينقص الدور، بمعنى إذا أنقصنا طول السلك سوف ينقص الدور. بعيد الفكرة طلاب، عند إنقاص L يزداد كي، L مع كي تناسب عكس، عند إنقاص L يزداد كي، برجع على علاقة الدور، إذا ازداد كي ينقص الدور،
كمان كي تناسب عكسي مع الدور، وبالتالي عندما ننقص طول السلك سوف ينقص الدور، وعندما نزيد من طول السلك كمان يزداد الدور. أعود إلى علاقة ثابت ألفا تل، كي تساوي كي فتحة في 2 آر أس 4 على إل، على إل. خلينا نركز مع بعضنا على إل، طول السلك إل. راح نحفظ الملاحظة، عند إنقاص طول السلك يزداد كي ثابت فتل، وبالتالي ينقص الدور. طلاب، إذا نقصنا طول السلك سوف ينقص الدور، وخاصة هذا بيجينا باختيار إجابة صحيحة، بيجيني أربع إجابات، فبيقول لك نجعل طول السلك نصف ما كان عليه أو ربع ما كان عليه. مهم إذا نقصنا طول السلك الإجابة لازم الدور ينقص، فأنت في عندك ضمن الأربع إجابات إجابتين يزداد الدور، هذول مباشرة بلغيهن، يعني بصير فيها مثل من سيربح المليون، يعني بلغي إجابتين مباشرة اللي هو يزداد. مثال: نواس فتل دوره الخاص تي صفر، نجعل طول السلك نصف ما كان عليه يصبح الدور الجديد. طبعا هو بيعطيك أربع إجابات، طلاب هون الدور ينقص، كل شيء في إجابة يزداد مباشرة بلغيها. إذا نواس فتل دوره الخاص تي صفر، نجعل طول السلك نصف ما كان عليه يصبح الدور الجديد. طلاب في كتير طرق لحل هذا الطلب، من إحدى الطرق اللي بدي حل فيها هذا الطلب طريقة، يعني أنا بدي أسحب جواب سحب مثلا. تي صفر لدينا علاقة الدور قبل إنقاص الطول، تي صفر يساوي 2 بي في تحت الجذر آي دلتا على كي، حيث كي تساوي كي فتحة في 2 آر أس 4 على إل. إذا نضع علاقة الدور وأضع علاقة كي، لأنه أنا إذا غيرت في طول السلك تغير كي ثابت الفتل. إذا هاي العلاقتين، علاقة الدور وعلاقة كي، هذا الحكي قبل تغيير طول السلك. الآن بعد تغيير طول السلك أصبح الدور وليكن تي صفر نجمي يساوي 2 بي في تحت الجذر آي دلتا على كي نجمي، أو على كي فتحة أو على كي واحد، ما عندنا مشكلة. طلاب عند تغيير الطول سوف يتغير كي ثابت الفتل، إذا أنا نقصت الطول ازداد كي، وبالتالي تغير الدور، تغير الدور لأن الطول تغير وبالتالي كي تغير. إذا الدور أصبح تي صفر نجمي وكي أصبح كي نجمي. إذا عزم العطالي ما له علاقة في تغيير طول السلك. كي نجمي ماذا يساوي؟ إذا أعود، كي هاي علاقتها قبل تغيير طول السلك، بعد إنقاص طول السلك تصبح كي نجمي، هاي علاقتها تساوي كي فتحة. طلاب أنا ما غيرت نوع السلك في 2 آر أس 4 ولا غيرت قطر السلك، غيرت إل، إل تصبح نصف إل. بعيد الدور كان تي صفر، تي صفر يساوي 2 بي في تحت جذر آي دلتا على كي، حيث كي يساوي كي فتحة في 2 آر أس 4 على إل، كان طول السلك إل. الآن أصبح الدور تي صفر نجمي يساوي 2 بي في تحت الجذر آي دلتا على كي نجمي. طيب كي نجمي ما هو؟ هو كي فتحة في 2 آر أس 4 على نصف إل. إذا نجعل طول السلك نصف ما كان عليه. طلاب نحن بنحط العلاقات بهالشكل، علاقة الدور وكي قبل إنقاص طول السلك، وعلاقة الدور وكي بعد إنقاص طول السلك. إذا هون الطول إل، هون الطول نصف إل، يعني واحد على 2 إل. طلاب هاي 2 البعيد في البعيد والقريب القريب، هاي 2 بإمكانها نطالعها إلى البسط تصبح هون، يعني هون إل على 2، 2 طلع البسط لهون. إذا طلعت 2 لهون يصبح كي نجمي يساوي 2 كي فتحة في 2 آر أس 4 على إل. طلاب هذا المقدار، هذا المقدار، هذا المقدار هو عبارة عن كي. إذا هذا المقدار هو عبارة عن كي تماما. إذا كي نجمي يصبح 2 كي، كي نجمي يصبح 2 كي. بعيد طلاب، عندما إذا نستخدم ممحات لمسح، أضع الدور قبل وضع، قبل تغيير طول السلك وعلاقة كي، أضع الدور بعد تغيير طول السلك وعلاقة كي. بعد ما وضعت العلاقات الأربعة أبدأ بالعلاقة الأخيرة. إذا هون عندي نصف ال 2 بإمكانها تطلع لفوق على البسط يصبح 2 هون. إذا كي نجمي يساوي 2 كي فتحة ب 2 آر أس 4 على إل. هذا المقدار هو عبارة عن كي قبل تغيير طول السلك. إذا كي نجمي يصبح 2 كي، إذا كي نجمي يصبح 2 كي.
عوض وعوض كي نجمي بقيمته هون، بدل كي نجمي وعوض 2 كي، اذا يصبح تي صفر نجمي يساوي 2 بي في تحت الجذر اي دلتا على 2 كي. اذا اي دلتا على 2 كي، فلا بتبوا على 2 في المقام وليست في البسط. بامكاني انا هون طالع لبرا، طالع 1 على جذر 2 لبرا خارج الجذر، طالع 1 على جذر 2. تي صفر نجمي يساوي 2 بي في تحت الجذر اي دلتا على كي ضرب 1 على جذر 2. انتبهتوا؟ اذا تي صفر نجمي يساوي 2 بي في تحت الجذر اي دلتا على كي في 1 على جذر 2. اذا طلعت 1 على جذر 2 لبرا. طلاب انتبهوا، هذا اللي في الاخضر 2 بي في تحت الجذر اي دلتا على كي، اي دلتا على كي، هذا في اللون الاخضر، هذا عباره عن تي صفر الدور قبل وضع الكود، قبل تغيير طول السلك. اذا يصبح تي صفر نجمي يساوي تي صفر ضرب 1 على جذر 2. اذا العلاقه تصبح ت صفر نجمي يساوي ت صفر على جذر 2. أي سؤال؟ أي سؤال؟ إذن فينا لقي نقول إنه ت صفر هي الدور الأصلي؟ نعم، ت صفر هو الدور الأصلي. إذا وضعنا علاقة نعم هذا بالأخضر هو علاقة الدور، معلش بس صبرا. الآن علاقة الدور قبل وضع قبل تغيير طول السلك، علاقة الدور وعلاقة كي. طيب بعد ما غيرت طول السلك، هاي علاقة الدور وعلاقة كي. يعني أنا بطريقتي للحل في طرق تانية ما في مشكلة، أبدأ في العلاقة الأخيرة، العلاقة رقم 4 هاي، طالع 2 لفوق يصبح كي نجمي 2 بكي فتحة ب 2 ار اس 4 على ال، يعني كي نجمي هو 2 كي، بعوض بدل كي نجمي. إذا تي صفر نجمي يساوي 2 بي في تحت الجذر اي دلتا على 2 كي، هاي 2 بحاول طالعها برا الجذر، صار في المقام، يعني لو في البسط كنت قلت في جذر 2 صار في المقام، فبقول 1 على جذر 2. اذا ت صفر نجمي هو 2 بي في جذر الاي دلتا على كي ضرب 1 على جذر 2. اذا 2 بي في جذر الاي دلتا على كي هو عباره عن ت صفر، العلاقه الاولى. اذا ت صفر نجمي يساوي ت صفر ضرب 1 على جذر 2، اي ت صفر على جذر 2. سؤال لكم طلاب، هذا تدريب لكم، يمكنكم تنقلوا السؤال. نواس فتل دوره الخاص تي صفر، طول سلك الفتل ال، نحذف من طول السلك ربعه ونعلق الساق بالباقي، احسب الدور الجديد. بامكانه يعطيني 4 اجابات. يعني وبالتالي كان الطول ال ماذا اصبح؟ اصبح 3 على 4 ال، لانه يعني انا حذفت ربع وعلقت بالباقي، وبالتالي الطول الجديد هو 3 على 4 ال، ما هو نصف ال،